استاذن حضرتك ناخد التليفون. مدام سحر، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ازيك يا استاذه لميات؟ الحمد لله بخير. مبروك علينا وجودك معانا كل يوم. ربنا يخليك يا رب، ودايما يا رب من نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليكي، بشكرك جدا. ربنا يخليكي. والله بدعي طبعا دايما ربنا يرفع البلاء والوباء عن بلدنا يا رب باذن الله، ويرجع وينصر المسلمين في بقاع الارض كلها يا رب. امين يا رب. اللهم امين. والله انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ، وبرحب بالفضيله الدكتوره عويضه. كنت عايزه اساله على سؤال، فكلامه جميل جدا جدا، ريح قلبي لدرجه ان هو يعني هو ده السؤال اللي كنت عايزه اساله. انا فضلت الشيخ حضرتك فعلا كان عندي بنتي 26 سنه، توفاها الله من 6 سنين. وقال ونعم بالله. وكنت راضيه الحمد لله، راضيه جدا جدا بقضاء الله، ومؤمنه وقويه وجامده، ويعني واشتغلت ووصلت حياتي لحد من شهر باباها توفى. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله. بقاء لله، ربنا يصبرك يا رب. نعم بالله. اللهم امين. اللهم امين. ف يعني انا راضيه بقضاء ربنا، ده قدر ربنا لا محاله، وان لم ترضى بقضائي فاذهب من تحت سمائي. انا مؤمنه بقضاء ربنا جدا جدا جدا، وراضيه الحمد لله ومحتسباهم الحمد لله. لحد ما واحده بتقول لي ده تكفير ذنوبك. هو ايه ذنوب؟ تكفير ذنوب. هو ايه اللي تكفير ذنوب؟ اللي انت فيه، البلاء اللي انت فيه ده تكفير ذنوب. ان بنتك تتوفى وزوجك يتوفى. وزوجي فالحكايه دي ما بتنيمنيش، بقعد اعيط. يعني ازاي؟ هل ده عقاب من ربنا؟ دي اعمار. انا ما عملتش حاجه لدرجه ان يتقال لي كده، او ان بنتي تروح وزوجي يروح في 6 سنين، فطبعا ده تعبني نفسي. كلنا رايحين يا مدام سحر. فالكلمه وجعتني، واخدة بالي؟ فكلام الشيخ يعني ريحني الحمد لله. الحمد لله، ربنا يريح قلبك وينزل السكينة والصبر على قلبك على قد غلاوتهم عندك. وانا ما اعرفش طبعا راي فضيله الشيخ ايه، بس انا اعتقد ان دي اعمار، وربنا عمره ما يعني حتى لو احنا اذنبنا في حياتنا عمر ربنا ما هيضرنا في شيء. يعني مش هيخلي ابنك او بنتك هو يدفع ثمن غلطك ولا ايه فضيله الشيخ؟ انا ما اعرفش انا بتكلم صح ولا غلط. وبعدين هي بتتكلم في سنه ارادها الله في الحياه. من الذي يظل مع ابيه وامه؟ طب هم ظلوا، هل احنا هنفضل معاهم؟ هي سنه الحياه، وهو الذي خلق الموتى والحياه وقدم الموت على الحياه. طبعا، ودي الحقيقه يعني الوحيده اللي موجوده في حياتنا لا مفر منها. نعم، فلذلك يعني ما نقولش ابدا ده يعني عقاب من الله ابدا يعني، ولكن قولي بقى هذا باب رحمه اراده الله به. باب رحمه ازاي؟ ان الله سبحانه وتعالى يعني يريد ان يراني أأصبر صحيح ام اتضجر، برضو من ضمن الاختبارات، أأسخط ام ارضى بقضاء الله وقدره. يبقى الإنسان لابد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. هي لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المصيبة أنستها. الإنسان ساعة المصيبة أحيانا ينسى الشكل اللي قدامه. أيوه. يبقى تايه. بس هل في اللحظة دي يا فضيلة الشيخ ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا؟ يعني في لحظة المصيبة والفجعة اللي ممكن تحصل لأي حد، ومن أشد المصائب والابتلاءات اللي ممكن البني آدم يتحط فيها يا رب ما يكتبها على حد أبدا، هي الضنة. نعم. هل في اللحظة دي أي كلام ممكن يتقال، أي انفعال ممكن يحصل؟ خالق النفس هو أعلم بها، أعلم بمدى جزعها، بمدى رضاها، بمدى قواها. لذلك احنا من الدعاء اللي احنا بنقول ايه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ده في القرآن، دعاء في القرآن، إن ربنا ما يحملناش اللي احنا مش قادرين عليه. صحيح. ولكن سيدنا النبي علمنا الأدب عند نزول المصيبة، نقول إن لله وإنا إليه راجعون. وكلمة إن لله كلمة بليغة، بلاغة عجيبة. أنت كلك لله سبحانه وتعالى، أنت وما تملك، أنت وما عندك من مال من ذرية من عافية ليس لك، هو لله. وديعة عندك إن أراد أن يأخذها أخذها، طب إذا ما أخذها ما علي إلا أن أسلم. ذلك المرأة الصالحة يعني عندما رجعت إلى البيت، وأم سليم رضي الله عنها، فقالت لزوجها تريد أن تخبره بأن ابننا خلاص، وكان ابنها الوحيد، واستنت وقعدت وكلت وجهزت له الأكل تمام التمام، وفي الآخر بتقول له يعني إن جارة لنا كان لها عندنا وعاء أو إناء فيعني فأخذته، هل لي أن أحزن أزعل؟ فقال لا.
ربنا فقالت ربنا فإن الله قد أخذ أمانته أو أخذ وديعته. ما هو دي درجة يا فضيلة الشيخ من الإيمان والصبر. نعم. والسكينة والاتزان النفسي عالية جدا جدا، يعني ربنا يكرمنا كلنا بيها. إحنا ليه الحكمة. الكتب بتكتب هذا والتاريخ سطر هذا والسنة بيّنت هذا، عندما يقول النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح صحيح. عندما يبين بأن الملائكة تقول أو الله يقول للملائكة يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي يعني فلان، يعني ربنا أعلم. نعم. كويس قوي. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رب قبضنا. قال وماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والمكافأة. نعم، دي المكافأة. إذن الإنسان عندما يقرأ هذا يعني يطمئن إلى موعود الله ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. طب فإن لم يرضى لا يسخط. بلاش يمسك اللسان أو ساعة المصيبة، وبلاش يتلفظ بشيء يدل على سخطه بقضاء الله وقدره. صحيح.